اجتمعت اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في قصر السيف، وترأس الاجتماع مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية المعنية بذات الشأن. وناقشت اللجنة آخر المستجدات بشأن وضع كافة التصورات والآلية التنفيذية للفرق الميدانية بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح بدخول المطعمين للمجمعات التجارية والمطاعم والصالونات والأندية الصحية. اليوم اجتمعت لجنة تطبيق الاشتراطات الصحية، وذلك لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بضرورة أن يكون المطعمين أو المعفيين السماح لهم بالدخول إلى المجمعات والمطاعم والمعاهد الصحية. ولله الحمد يعني احنا يمكن ابتداء من يوم الاحد سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء، واتخذنا الاليات الواجب تنفيذها من خلال الاستعانه بالاخوان في الاجهزه العسكريه لمعاونه الفريق المدني في تطبيق قرار مجلس الوزراء. يمكن اليوم يعني نحتاج خلال الشهرين القادمين التكثيف في تطبيق قرار مجلس الوزراء وتطبيق الاشتراطات الصحية، على أمل أن نصل إلى نسبة تحقق المناعة المجتمعية، وذلك من خلال زيادة نسبة المطعمين.